إليك يا جاري يا جاري من زمان، أخبي الشوق وداري لا يعرفوا الجيران ولاد الكلب. الله الله، رز اللبن قشطه معمول بإيه بقى؟ جايبه الرز من السوبر ماركت مش من التموين. وإيه اللبن صافي صافي لبن حليب. هلا هلا، ايه يا ست سيده ريحي اخدت على السطوح يعني؟ طول عمري يا اختي بطلع عشان اتشمس، الدور والباقي على الثواني هتهدها وبرضه مش هتوصلي الحال. هل ايه ولا مخبوله انت؟ قتلي وسمني سمني يا اختي، المهم اللي هيذبح في الاخر. ايه ده؟ يا ست سيده يا اخويا مالك؟ مالك مالك يا سي عبد الله؟ تعال تعال يا اخويا تعال، انت تعبان تعال اقعد ارتاح. بسم الله عليك، فيك ايه يا اخويا؟ عين عين، انت وانت هتسلم هتتحاسد ويتقر عليك وتتنظر طبعا. عين مين بقى يا ست سيده؟ اللي شافه يا اختي وما صلاش على النبي عليه الصلاه والسلام. اقول لك ايه يا اخويا، انت تدخل ترتاح ما تنزلش سامع، وانا هعمل لك شويه ليمون بالنعناع انما ايه هيفوقوك على طول. ليمون ايه ونعناع ايه؟ ايه ده؟ ده ياخد شويه عسل اسود يجلو صدره كده. تحت اذنك اوصل للدكتور بسرعه. عاجبك؟ عاجبك انت؟